65 من غدم. اللي نخدم نلقاها فلاحة مرمى اللي يجي البنية اللي يجي. 65 عاما وما زال رمزا للعطاء، يعمل ويبني ويمرر رسالة لغيره. هو وغيره كثير ممن آثروا على أنفسهم قضاء ساعات من العمل الشاق على أن يتوكلوا على الغير بالفكر أو الساعد. هم صورة مصغرة وقدوة للأجيال القادمة، فبالعمل فقط يبنى المستقبل ويؤسس الحاضر على ثقافة العمل التي تغرس في الناشئة عندما تأتي الرسالة من الكادحين. من خلقت وانا نخدم، ما نجمش نقعد بطال، ما نجمو نحاسبو بنان الا بالخدمه والعمل. العمل ما نشني ما هو شاق ولا محتاج هكا ولا لا. 62 سنه ونخدم والحمد لله رب العالمين. اللي نلقاه نخدم كل مره في بلاصه، مره فلاحه، مره مرمى، مره وين يجي نخدم. مش بلادنا نخدموها، ما شكون ماشي يخدمنا كما نخدموش احنا. يحب يخدم على روحه يخدم. بالنسبه لي انا مره كبيره نخدم الخدمه هذه، شباب ما يخدمهاش. تخدم الكل بنيتي باش نجم نطيب بها اولادي. ثقافة العمل التي تختلف من شخص إلى آخر، يقول عدد من التونسيين إنها تقلصت في السنوات الأخيرة، لكن ذلك لا ينفي إمكانات التونسي الذي يمثل كفاءة على جميع الأصعدة. أنا نخدم ونعدي في المشهد الصغاري. ثقافة العمل في تونس، أنا مثلا كيف الرئيس يقول نعملوا على رواحنا، فعلا يجب ان نعمل الارواح. علاش؟ خاطر احنا قادرين، عندنا كل شيء. تونسي مطلوب البرة اكثر واحد في العالم، خاطر السافوار فير موجود. عندنا مخاخ، عندنا مخاخ. مش كون يخدم فمش كون ما يحبش يخدم. الناس كل يلزم تخدم، خاطر هذاك كله في صالح الدولة. عقلية الخدمة هذه مزروعة في التونسي وفي الاجيال، سورتو القديمة أكثر منها في الجديدة. الصلاة متاع الصيف سورتو لابد يتفرهد، يخلي وقت للتفرهيد ويخدم باش يعاون روحه. وبين من يرى أن ثقافة العمل تختلف من شخص إلى آخر، ومن يراها غائبة، ومن يعتبر العمل مصدرا لكسب المال، ومن يرى فيه غاية لتحقيق الذات وطريقة لرقي البلاد وتقدمها، اختلفت مفاهيم العمل لدى التونسي.